في عاصمة إدارية ومعانا السيد سفير حسام جويش، وإحنا عندنا القاويش وعندنا أسئلة متعلقة بهذه العاصمة. السيد سفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أنا أشكرك على اهتمامك وإن أنت متواصل معانا. صحيح ده واجبك لكن بنفشل كثيرا في الوصول للسادة المتحدثين، لكن أشكرك سيد سفير. أنا تحت أمر حضرتك. عندنا بس يعني المعلومات التي سرت في الفترة الأخيرة، الأخبار تقول أن هناك 180 مليون أو 200 مليون رقم يعني أيا كان خاص بإيصال المياه لأول مكان في العاصمة الجديدة. ثم قرأنا برضو خبر أيضا في اجتماع مجلس الوزراء أن خصص للعاصمة الجديدة 5 مليار، ثم تصريحات مجلس الوزراء أن احنا مش هندفع ولا مليم وهنكسب 12 مليار في أول سنة. أين الحقيقة ستر السفير؟ يعني الحقيقة لو تأذني بداية، هل في سؤال قبل التكلفة، هل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع مهم لتقوم بتنفيذه الحكومة في هذه المرحلة؟ بكل تأكيد الإجابة نعم، وهناك أسباب عديدة ممكن نشير إليها، بداية من تعداد سكان مصر المتزايد واللي بيحتاج إقامة مدن جديدة لاستيعاب هذه الأعداد، مشروع تنمية منطقة قناة السويس، المشروع المصري القومي العملاق مستقبل مصر أيضا بيعد بيحتاج إلى ظهير سكاني وتجاري وخدمي قوي يكون عونا لهذا المشروع ومشروع منطقة العاصمة الإدارية. لا سيد سفير اسمح لي بس، ده كلام جميل جدا نحن نقدره ونثمنه كل شيء تمام، لكن أنت عندك مدن، عندك بورسعيد والإسماعيلية والسويس مدن فيها مشاكل بلا حصر لها، ودي مطلع على القناة مباشرة. لكن على كل حال العاصمة الإدارية الدولة قررت أنها تعمله والناس هتتناقش فيه وتتكلم وتروح وتيجي، لكن الدولة ماشية في مشوارها. هذا أمر يعني ممكن الكلام فيه يطول والتأمل فيه كتير، لكن عايز أقول لحضرتك خلاصة الكلام، إن تأسيس قرية أو عزبة في مصر جديدة إضافة للبلد كويس جدا، مفيش كلام في ده، بس احنا عايزين إجابات على هذه الأسئلة. نعم، هو من سيقوم بتمويل العاصمة الإدارية الجديدة؟ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي هيئة اقتصادية بحكم القانون لها موازنة مستقلة عن موازنة الدولة، هي هيئة اقتصادية دورها وهدفها والغرض من إقامتها هو التنمية، وده الدور اللي هي بتقوم بيه، وده يمكن الشيء اللي عامل بعض اللبسة عند بعض وسائل الإعلام، إنه في أرقام بتذكر عن تكلفة للمرحلة الأولى لهذا المشروع، وفي نفس الوقت هناك إشارة إلى أن موازنة الدولة لا تتحمل أي من هذه التكلفة، وهذا مرجعه إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية التي تنتمي إلى وزارة الإسكان بحكم القانون لها موازنة منفصلة عن موازنة الدولة، بحكم أنها هيئة اقتصادية فبيكون كل مشروعاتها لها جدوى اقتصادية. العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى بتتكلف في حدود 56 مليار جنيه للمرافق والإنشاءات، ولكن المتوقع في تقديرات متحفظة أن يكون العائد الاستثماري من بيع واستثمارات في هذه المرحلة بيبلغ 68 مليار جنيه في تقديرات متحفظة جدا، ده بيجعل أن هناك في عائد اقتصادي لهيئة المجتمعات العمرانية خلال هذه المرحلة الأولى بيبلغ تقريبا 12 مليار جنيه، وده اللي بيجعل دائما المسؤولين، وأنا أؤكد أن موازنة الدولة بعيدة عن تمويل العاصمة الإدارية، لأن هذا بيأتي في دور أساسي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لو أذنتني أيضا لها دور مهم بتقوم بيه، هي التي تقوم بتنفيذ الإسكان الاجتماعي، مليون وحدة بتقوم بتنفيذهم في 5 سنوات، وأيضا إسكان الشباب ومحدودي الدخل، طرح أراضي للمصريين في الخارج. الآن العشوائيات أصبحت جزء من وزارة الإسكان، بيتوجب عليها أيضا أن هي تقوم بتمويل عمليات تطوير العشوائيات، وفي نهاية العام المالي فائض المالي لدى هيئة المجتمعات العمرانية بيتم توجيهه لوزارة المالية ليصبح جزءا فائضا في داخل خزانة الدولة. طيب ال 56 مليار دول ان شاء الله دول هيتصرفوا على البنية الأساسية للمكان، للجزء الأول أو المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة. هل في هذا الجزء المرافق والحاجات دي كلها إنشاء المباني الوزارات والحكومة وكده؟
المرحلة الأولى دي مساحتها حوالي 10500 فدان، من المقرر إن شاء الله أن يتم تنفيذها خلال عامين. هذه المرحلة الأولى تم بالفعل البدء في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية بها، تم جارية الآن مد خط المياه الرئيسي، وده تكلفته 285 مليون جنيه بتنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. في مجلس الوزراء اللي عقد بالأمس كان هناك عرض من السيد وزير الإسكان عن هذه المرحلة الأولى وتصوره لكي طرح هذه المناطق للشركات المقاولات والمطورين العقاريين، وسيكون هناك مؤتمر قريب سيعلن عنه السيد وزير الإسكان. يعني المرحلة الجديدة إن شاء الله، المرحلة الأولى هتبقى الجزء الأولاني هيبقى فيه مرافق وأراضي للبيع، يوم البيع نعم. يجيب لي فلوس 12 مليار، كويس، يبقى دي مرحلة استثمارية مظبوط. هو العائد هيكون شرفنا الأمر فيه تفاصيل كثيرة جدا. نحن بساتك بتتكلم دلوقتي عن مباني الشباب وبتاع وحاجات زي كده، احنا هننقل الوزارات دي فيها موظفين هيجوا كل يوم، ولا هننقلهم هم، ولا هننقل الشباب، والشباب ده مؤكد هيشتغل في العاصمة الجديدة؟ يعني في تساؤلات كثيرة جدا. إذا كان وقت سيادتك يسمح وطبعا لديك كل المعلومات، متهيألي المسألة محتاجة إن احنا نتحاور أكتر، لكن الأخبار اللي سيادتك بتقولها على عين والرأس، يعني هل سيادتك تسمح بحاجة زي كده؟ يعني يسعدني التنسيق مع فريق الإعداد طيب. بحيث يكون هناك سواء يعني الأمر يهم الناس، عشان خطر حتى فكرة المليون شقة دوت اللي هتتعمل في خلال 5 سنين. انت سيادتك طبعا تعلم ان الدولة كانت بتعمل كده ايام الرئيس حسني مبارك، كان في حوالي 660 الف او 70 الف او 200 الف شقة كل سنة، ده كان موجود في تاريخ وزارة الاسكان على فكرة. فايه الاضافة؟ عايزين نعرف ايه الاضافة. دي كلها اسئلة نحب نطرحها على سيادتك حين يكون لديك وقت. السفير حسام القويش متحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا لك، خلي بالك.